أنا ناطرة هاليوم من زمان إنه أحكي معك. لا تصدق إني نسيتك، لا تصدق إني نسيت وشك. كانت صورتك محفورة بقلبي من لما كنت صغيرة. تخيل صوتك، ضحكاتك، وشك كيف صاروا. انتظرتك كتير، انتظرتك كتير. ما بعرف كان أنا كمان غلطت. كان لازم شفتك هداك اليوم، ركضت لعندك وقلت لك أنا رافضة. بابا أنا بحبك كتير كتير، بحبك. ما كنت متخيلة إنه أول مرة رح أقول له بابا رح يكون تحت التراب. قلتك كان عم يسمعني؟ أكيد هلا هو بمكان أحسن من المكان اللي نحن عايشين فيه. يمكن. شبك؟ ولا شيء. شو بك واقف مبسمر بعد؟ لحظة. شو لحظة بعد؟ سلامتك عمي أبو أحمد، مشان الله قضونا عنه يا شباب. على عيني وجهك. أوه شو بك واجد، شو صاير لك؟ آسف. شو آسف العمى؟ هيك علموكن؟ لك أنا وجدي يا راما، وجد. هون ما في جرة غاز، عرفي كيف تحكي مع العالم يا فنانة يا مثقفة. تعي رحف. وجد. مرني دكتور. شو القصة؟ دكتور الغاز جاهز، بتأمرني بشي تاني؟ عود عاوزك نقعد بالصالون. تفضل وجد. خلي علينا دكتور. قد وقدود والله، تفضل. الله يرزقك. وجد رح اقول لك كلمتين تسمعهم منيح. تفضل. تعتبرني واحد من العائله، واي شيء بتحتاجه بهالحياه انا موجود. على راسي يا دكتور. دكتور في سؤال عصيان هون بحلقي، خرج اسالك اياه. طبعا. عفوا منك، دكتور قد الدنيا والله فاتحها عليه وما شاء الله حليوه. ليش لهلا ما تزوجت؟ أخي مجد صف سادس وأختي تاسع، يعني ما في غيري شيء. لما مات أبي الله يرحمه فجأة حسيت حالي كبرت 10 سنين، 20 سنة. حاولت ضل عم بدرس وروح عالجامعة بس ما قدرت. تعرف دكتور، أنا كل يوم قلبي بيحترق 1000 مرة لما أشوف رفقاتي نازلين عالجامعة وأنا عم بنزل على شغل وما بحبه ومثل الكلب. الشغل أكل كل وقتي، مصاريف وأجار بيت وكهرباء ومي وفواتير وما في شي بيرحم.
معك حق، والله معك حق. لو ضليت بالجامعة كنت هلأ أقوى. وجد، الشيء اللي عم تعمله هلأ هو القوة، ولو كل شاب بيعمل مع أهله مثل ما أنت عم تعمل كانت الناس بألف خير، والشهادة بيلتقى لها حل. كيف؟ ببوس إيدك تقلي كيف؟ ما عليك، تتدبر.